جامعة العالمين بتشهد تنظيم مسابقة كاسحات الألغام الدولية، واللي بيتم المنافسة فيها بمشاركة أكثر من 100 فريق من مختلف الجامعات المحلية والإقليمية وكمان الدولية. جمعة المسابقة بتستهدف تحقيق رؤية مصر نحو صحراء خالية من الألغام ومخلفات الحروب وغيرها من الجوانب العلمية والتكنولوجية. خلينا نعرف تفاصيل أكثر من دكتور عصام الكردي، رئيس جامعة العالمين الجديدة الأهلية اللي معانا على التليفون. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بك معانا. اهلا اهلا بحضرتك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضراتكم، واهلا وسهلا بالساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. يعني لو في البدايه توضح لنا وتوضح للساده المشاهدين مسابقه كاسحات الالغام الدوليه اللي بيتم تنظيمها بالجامعه، تقول لنا بعض التفاصيل يا فندم. بطوله العالمين للروبوتات الحقيقه هي اكبر بطوله روبوتات بتقام في مدينه العالمين الجديده، مكونه من 4 مسابقات. كل مسابقة فيها عدد من المسارات بإجمالي 14 مسار مختلف، وبيشارك فيها طلاب جامعات وطلاب مدارس أيضا. العام الماضي كانت النسخة الأولى من البطولة، والجامعة شاركت فيها في اللجنة المنظمة ولجان التحكيم. هذا العام استضافت الجامعة فعاليات البطولة كشريك منظم ضمن تحالف كبير الحقيقة، بيضم أكاديمية البحث العلمي صاحبة المبادرة ومركز إبداع برج العرب، ومع شراكة استراتيجية مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومؤسسة مصر الخير. وانضم كمان هذا العام معانا جمعية الروبوتات والأتمتة بدولة الإمارات تمهيدا للمشاركة العام القادم في البطولة إن شاء الله. أكثر من 120 فريق كان بيشارك معانا في البطولة هذا العام، بإجمالي يقارب 1000 متسابق الحقيقة. شارك معانا جامعات ومدارس من مصر والأردن وبوليفيا، وفازت فرق مختلفة الحقيقة من عدة جامعات، من ضمنها جامعة الإسكندرية وجامعة الجامعة المصرية اليابانية وجامعات بوليفيا وجامعة العالمين الدولية ومدارس وأكاديميات في المراكز الثلاثة الأولى في كل مسابقة من المسابقات، وكمان في مسابقة أحسن فريق. كان في عدة مسابقات، منها كاسحات الألغام، ومنها تحدي الروبوتات المقاتلة، وتحدي الروبوتات والغواصات الآلية تحت الماء. المسابقة الحقيقة بتهدف إلى نشر ثقافة صناعة الروبوتات، وتأتي البطولة الحقيقة عشان تواكب عصر الجيل الرابع والجيل الخامس من ثورة صناعية الرابعة والجيل الخامس من استخدام الروبوتات في مساعدة الإنسان، واللي بتعتمد على التقنيات الرقمية اللي بيقدمها عصر تكنولوجيا المعلومات. وده الحقيقة بيتماشى مع رؤية مصر في 2030 لارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري. عظيم جدا دكتور عصام. ممكن حد يسأل إيه أهمية هذه المسابقة؟ طبعا المسابقه دي مهمه جدا بالنسبه لجامعه العالمين كجامعه من جامعات الجيل الرابع، ان احنا بندرب الطلبه من البدايه في البرامج الدراسيه المختلفه بتاعتهم على المشروعات، وهي المشروعات التطبيقيه، والطلبه هم اللي بيعملوا الروبوتات بنفسهم، وعندنا نادي للروبوتات. هم اللي بيصنعوا الروبوتات يا فندم وبيبرمجوها كمان. بالظبط كده، بحيث ان يبقى في خبرات متناقله ما بين الطلبه من سنه لسنه، بحيث في الاخر يبقى دايما الروبوتات اب تو ديت مع التكنولوجيا الحديثه. طيب دكتور عصام، انا فهمت من كلام حضرتك ان دي النسخه الثانيه للمسابقه، مظبوط؟ مظبوط يا فندم، النسخه الثانيه. طيب عايز اعرف من حضرتك اولا فكره التسويق لهذه المسابقه من بدايتها حتى من النسخه الاولى، وعايز اعرف الفرق كمان بين النسخه الاولى والنسخه الثانيه من حيث الحضور ومن حيث التنظيم. طبعا النسخه الاولى السنه اللي فاتت كان عندنا حوالي 65 فريق كانوا مشتركين فيها، السنه دي العدد تضاعف تقريبا. من كام دوله يا فندم؟ السنه اللي فاتت برضو كان عندنا 3 دول موجودين معانا، برضو دوله بوليفيا دايما بتشارك معانا الحقيقه، لان هي المسابقه بدات الحقيقه في مصر بقى لها فتره، انما دي اول مره، يعني اول مره كانت تتعمل السنه اللي فاتت في جامعه في مدينه العالمين، ودي النسخه الثانيه اللي الجامعه بتعتبر بتنظمها وبتشارك فيها بصوره فعاله وصوره كبيره. طيب ايه معايير يا فندم وشروط اشتراك الفرق في هذه المسابقه؟ المعايير والشروط الحقيقه ان اولا في عده مسارات زي ما قلت لحضرتك في الاشتراك في المسابقه، فالفرق اللي هي بتبقى عندها الروبوتات اللي تقدر تشارك في هذه المسابقه بتخش الاول مسابقات تمهيديه او تصفيات في البدايه، بحيث في الاخر بناخد مجموعه من الفرق اللي بتشارك في هذه المسابقه بناء على التصفيات ونتيجه التصفيات اللي بتتم. طيب دكتور بالنسبه للجان التحكيم في المسابقه. بالنسبة للجان التحكيم الحقيقة عندنا لجان التحكيم من أساتذة من الجامعات المصرية اللي هي عندها هذه النوادي موجودة فيها،
واكاديميه البحث العلمي تبقى موجوده مشتركه معانا، ومركز الابداع في برج العرب موجود معانا في التحكيم. وزي ما قلت لحضرتك السنه دي اشتركت معانا جمعيه الروبوتات والاتمته بدوله الامارات لنقل الخبره لهم علشان يقيموا مسابقه عندهم في الامارات، وبعد كده الفرق اللي هتكسب هتيجي تشارك معانا ان شاء الله في السنه القادمه باذن الله. باذن الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور عصام الكردي رئيس جامعه العلمين الجديده الاهليه، بشكرك يا فندم جزيل الشكر على كل هذه التفاصيل والايضاحات.